علي حجازي انت مين؟ انت من وين جاي؟ فجأة طلعت بالإعلام، فجأة صرنا نسمع صوتك العالي، فجأة صرنا نسمع تصريحاتك، وعذرني عم بحكي بهيدي النبرة لأنه في كتير عالم، يمكن أنا بحترمك وأنا بحبك وبقدر شغلك، بس اليوم عم بحكي باسم الأشخاص اللي مش طايقينك، مش شايفينك، ومش قاريين هيدا الصحافة اللي بيطلع على الشاشة بيحكي هيك قصص. أنا من طفولتي متابع هذا المجال كله، سواء من أنا وصغير كنت أشتري جريدة الديار. أنا وقفت على المنبر كان عمري 16 سنة، عملت احتفال ما كان حدا عارف هذا الاحتفال مين داعي له، حضروا نواب وحكيوا وأنا حكيت ولقيت كلمتي كتير ترحيب وكملت. كتار من الناس يقولوا لي إنه شو هالمشروع هذا. أنا بال 2006 عملت جمعية كل المساعدات التركية اللي دخلت على البقاع لصالح النازحين كنت أنا ورا دخولها، كملت انشطت. المفصل بحياتي والمفصل بمسيرتي كانت الحرب في سوريا. نعم، بس أنا المفصل كمان إنك تستمر بالصحافة، إنك بلشت حياتك الصحفية بالكذب. يعني أنت حدا كذبت على شار الأيوب، أنت حدا خدعته لشار الأيوب بالبداية الصحافة، صح؟ أنا ما كذبت عليه. شو عملت؟ أنا ضحكت عليه لشار الأيوب. ولا ضحكت عليه. شو عملت؟ خدعته. أنا ولا خدعته ولا شو؟ خدعته. هيدي بسموها شطارة. وبيسموها قديش هون انت بتقدر تشوف قديش يعني انا مؤمن. انا رح خبرك اياها قديش انا مؤمن باللي عم بعمله. اي انا كان عمري 14 سنه، بعثت بيان على جريده الديار، اتصلت بمديره التحرير، حدا بعتقد اسمها نجوى مارون او شيء، ناسي، صار لي زمان مش حاكي معها. قلت لها في هذا البيان بعد اجتماع للهيئه الشعبيه بمعلبك، ونحن اللي شايفينه انه الرئيس جميل بتصريحاته تجاوز الخطوط الحمر، ونزل بيان على الجريده انه حجازي على جميل أن لا يتحدث عن الفساد وأن يخفف من عملته للمشروع الأمريكي الإسرائيلي بالمنطقة. هذا اللي صار. هذا أنا ما بشوفه لا كذب ولا خدعة. هذا حدا يعني هلا حدا اللي عم يسمعك شو بده يقول؟ هذا حدا شاطر. لا حدا بقول عمش حدا كذاب. شاطر بده يوصل صوته، استخدم أسلوب ما لوصل صوته. تعتذر من شار الأيوب اليوم؟ لا ما بعتذر منه، هو بيتقبلها لأنه بعتقد إنه هي منا شيء كتير غلط. فيني أقول لك شيء، فيك شغلة، هيدي الشغلة فيك نوع من التمثيل، يعني هو اللي بيطلع بوجهك بيشوف في عندك ناحية البراءة على الخجل، على أنه عم تدعي أنه أنت شخص جريء، بس أنت فيك خجل. يعني اليوم وجهك بيحمر على طول بلاحظك بالتلفزيون، عم تجرب توصل صوتك بالإعلام، بس أنت حدا خجول ولا لا؟ أي أنا على المستوى الشخصي خجول، ودايما عندي مشكل، بس بهيدي المرحلة قررت اتخطاها، انه دائما الضيوف اللي مقابلي اشخاص عمرهم 60 و70 سنة، فبحاول بقدر المستطاع انه ما اتواجه انا وياهم، بس ولكن انا اخذت قرار ما بتواجه، بدي واجه عادي، لانه اخرة النهار انا بعتبر حالي مؤتمن على مين جمهور معين. انا جزء من مؤتمن من شو؟ مين انا قرر؟ جزء من جمهور. مين قرر؟ انا رح اقول لك. ايه؟ انا رح اقول لك، نحن في جمهور، هذا الجمهور مؤمن بخط ما، أنا كان عندي الفرصة أطلع عبر عن هذا الجمهور، فأنا بعتبر حالي مثل ما أنا جزء من هذا الجمهور، مؤتمن على قناعاته، عبر عنا، وصل صوته. ونحن طبعاً هون ليش صوتنا عالي دايماً بيسألوك وليش جريء؟ نحن في عنا شباب عم تقاتل اليوم على الحدود التركية، طبيعي جداً يكون صوتنا عالي. شايف حالك قصة كبيرة؟ لا لا لا، ولا مرة لا حالي أبداً أبداً أبداً. تعرف حجمك يعني؟ بعرف حجمي، بس هذا الحجم اللي أنا بدي إياه. أوكي. أنا لا سعي لا وراء منصب ولا مركز، أنا كل قصة كبيرة بموضوع أنه أنا نعم عم عبر عن اللي أنا مؤمن فيه. طيب. بس على الناس، أنا واحد من الناس جدا طبيعيين، ولا نهار رح تغرني الشاشة أو تحسسني أنه أنا شيء ما درج. طيب. في أكثر منا ناس بتفهم بكتير. علي حجازي بتأمن بالله صح؟ إيه أكيد. عالي صوم يمين هلا على سؤال؟ اكيد شو اكيد شو عرفنا اذا بتامن ولا ما بتامن؟ ما في كثير عالم بيدعوا الايمان على الشاشه وهن ما خصهم بالايمان، وما بعرف اذا انت واحد منهم. لا 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 ماني واحد منهم. طيب جي وطلع بالمرايه وحلوف انه حاطرح عليك سؤال، بتقول لي بكل صراحه قد ايه نسبه الكذابين منكم وفيكم، يعني انتم المحللين اللي بتطلعوا على الشاشات بتهوبروا، قد ايه نسبتهم الكذابين؟ اذا انت جريء قل لي. في 20%. في منهم معروفين؟
ايه في ناس معروفه بيطلعوا بيهوبروا بيعملوا حالهم ابطال، مش بالضروره عم بيهوبروا، في ناس بتهوبر وعم تكذب، وفي ناس عم تحكي بهدوء وكمان عم تكذب. في ناس بدها عندها مشروع براسها بدها توصل له، هودي الناس مستعدين يمشوا باي شيء باي كلام باي فكره، المهم الوصول الى الهدف.